بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبعد الحمد لله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه، وأصلي وأسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، ما زلت متواصل مع حضرتكم في برنامجكم بين الشريعة والقانون، وأذكر دوما أن هذا البرنامج ليس ببرنامج ديني، إنما هو برنامج قانوني كما عدتمونا في الحلقات السابقة. قانوني يتناول تصرفك ما بين شرع الله والقانون الوضع الذي نحكم به، عشان نشوف الفرق بين الشريعة والقانون، عشان ما نسيبش طريق للمغرضين إنه يكرهنا في عيشتنا بين الحلال والحرام. وبإذن الله النهاردة هتناول موضوع يمسك بشكل خطير، متعلق بحرياتك، متعلق ببيتك، بسلامتك، في القبض عليك أو إخلاء سبيلك. برنامجنا النهاردة عنوان الحلقة قانون الإجراءات الجنائية بين الشريعة والقانون. واللي عايز يتواصل إخواننا معانا كما عهدتمونا برضو، أرقامنا على الشاشة وعنوان المكتب على الشاشة. وعايز والله لا أنسى الفضل لأهله أن أشكر كل متصل، سواء على الهواء أو سواء بعد البرنامج أو سواء في أي فترة. تليفونات كثيرة جدا 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 تأتي إلي. المحزن تلاقي فيها أكل حقوق، تلاقي فيها أزواج يشتكون من زوجاتهم وزوجات تشتكي من الأزواج، وأم تشتكي من ابنها أنه طردها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطرد أمه كده، ده آخر الزمن. طيب برنامجنا بيشوف الكلام ده عشان برضو محدش يحرم عليك عيشتك. لا ده القانون تحكم بيه حرام، لا ده مش شرعية، لا ده مش عارف ايه، كلام لغط من جماعات لا تريد إلا إثارة القلائل في هذه البلاد، بلدنا مصر الطيبة الطاهرة المباركة، وبإذن الله محفوظة بأمر الله. طيب يعني إيه يا أخوانا قانون الإجراءات الجنائية؟ والله عايز أوصل لأعزائي المشاهدين، وقبل أن تنتهي حلقات هذا البرنامج عايزك تطلع بمعلومة قانونية تفيدك والله في حياتك أو تفيد ابنك، وده والله هدف البرنامج. وزي ما قلت لك مقارنة بين الشرع والقانون، الكلام قد يكون تقيل شوية. يعني ايه قانون الإجراءات الجنائية؟ أو هي ايه الإجراءات الجنائية؟ عايز أقول لك ده قانون سعادتك بتتحكم بيه، ولازم تكون ملم بيه، لأنه بيدخلك في أمور لازم تعرفها، ولازم تعرف حدودك وحدود القائم في تطبيق هذا القانون عليك، عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، وعارف انت في اطار قانوني او لا قانوني. يعني قانون الاجراءات، فاكرين الحلقه الرابعه تقريبا تناولنا قانون العقوبات. قانون العقوبات اللي هو ايه؟ اللي بيحط مواد الاتهام، اللي بيحط انواع الجرائم، الجريمه دي شكلها كذا، الجريمه تقوم بكذا، ده ركن مادي، ده ركن معنوي، خلاص بيحط الجرائم الموجوده في المجتمع وعقوبتها قد ايه، وانواع الجرائم بصفه عامه هي ايه. خلاص ده الماده الاولى. طب الكلام ده هيتفعل ازاي؟
يعني هيشتغل ازاي؟ يتطبق ازاي؟ يعني يجي قانون الاجراءات الجنائيه هو اللي بيفعل هذا الكلام، بيوريك ازاي يطبق قانون العقوبات. يعني متهم مثلا في جريمه ما، اتهم بسرقه مثلا، بضرب، بقتل، موظف عام باختلاس، خلاص يبقى جريمته قتل او ضرب او اختلاس او ما الى ذلك. ياتي بقى هيتحاكم ازاي؟ مراحل المحاكمة ازاي؟ مين اللي هيحقق معاه؟ المحكمة نظامها ازاي؟ ما بين محكمة جنح، محكمة جنايات، محاكم اسمها محاكم امن دولة. قانون اجراءات بيبين لك الكلام ده كله. ومعانا يا اخوانا اول اتصال، استاذ محمد من فيوم، اتفضل يا استاذ محمد. تمام يا فندم. ازاي؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ايوه يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. كنت بكلم حضرتك عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد. نعم. قانون التأمينات والمعاشات الجديد. ايوه يا محمد، ماله؟ احنا تمينا ال 20 و21 سنه تأمين ومش عارفين نخرج معاش جديد، هل لنا الحق واحنا متعاقدين على قانون قديم؟ طيب يا محمد، يعني عايز تخرج معاش ومش عارف؟ مش عارف اخرج معاش. طيب يا حبيبي، طيب. طب هل لنا الحق ان احنا متعاقدين على قانون جديد قديم نتعاقد على يتنفذ علينا قانون جديد؟ طيب اجاوبك يا محمد، حاضر اجاوبك، حاضر، شكرا يا محمد. شوف يا استاذ محمد واعزائي المشاهدين، اي قانون لما بيصدر يا اخواننا يجب ان هو يطبق، لكن المشرع اللي هو مجلس النواب يعني بيحط له تاريخ سريانه، يعني يقول لك يبدا من كذا عشان مثلا يوفق اوضاع قبل كده. قانون التأمينات الجديد أو أي قانون بيصدر بيسري بحاجة اسمها أثر مباشر، خلاص أثر مباشر على الوقائع المستجدة، وهيحكم من اللي أنت فيه. لو ما كنتش خدت هتتحكم بالقانون، لأنه خلاص ده بقى المطبق، لأن أكيد بقى بيلغي مواد، بيشيل مواد، بيحط مواد، الكلام ده كله. للمعلومة بقى، إلا في قانون العقوبات. قانون العقوبات لما يصدر قانون، خدها معلومة كده، لو القانون صادر أصلح للمتهم يطبق عليه فورا، مش صالح يتحاكم على ما قبض عليه به. لكن في مجال التأمينات المدني القانون بيسري بأثر مباشر، لأنه خلاص بيعدل من قواعده، بيعدل من إجراءاته، وهو الكلام ده كله. في الجنائي لا، بنطبق القانون، شوفوا أصلح للمتهم ولا مش أصلح، ده رعاية للمتهم، فهو يطبق عليك يا محمد. طيب 21 سنة قد يكون قانون التأمينات زود المدة شوية، في سبيل برضو أن أنت ممكن تسوي معاشك في، يعني في حاجة اسمها استقالة. لو استقلت عادي جدا بتطلع، طالما جهه العمل ما طلعتش، لكن اعتقد 21 سنه تعطيك معاش، ممكن تستقيل وبتسوي معاشك عادي، او تستنى المده، او لو اعلنوا عن معاش مبكر او ما الى ذلك يعني. لكن انت يطبق عليك قانون جديد اللي سرق باثر مباشر. طيب يبقى ادى يا اخوانا قانون الاجراءات الجنائيه اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. ومعانا اتصال استاذ محمود من الجيزه. استاذ محمود. ايوه يا فندم. ايوه اتفضل. اتفضل. هدي حكم والله 150,000 ولي سنتين مش عارف انفذه. بايه؟ حكم ايه يا محمود؟ حكم ايه؟ كان ايجار. ايجار؟ اه. ايجار ايه؟ حد مأجر منك حاجه يعني وما دفعش الاجره؟ اه. وبعدين عملت ايه؟ وبعدين المحضر راح يحجز ست المدام بتاع الراجل المدين. طلعت له بقسيمه طلاق. انها طلقت يعني. تمام. انها مطلقه وهي حاضنه للاولاد في الشقه. تمام. رجع ما عرفش يعمل حاجه عشان انه يعني يحجز على العفش وشيء من هذا القبيل. ده بيحصل. بيحصل يا سيدي، بيحصل ده برضه. هجاوبك يا محمود، حاضر. وبرضه حبيت تتصل او تتواصل معايا بعد البرنامج كلمني، لكن بصفه عامه حتى يعني اي حكم مدني زي اللي واخده الاستاذ محمود ده بيطبق، يعني بيروح جهة التنفيذ، جهة التنفيذ بتبتدي تنفذ، بتروح لو له أموال بتحجز عليها. بعض الناس أكلت الحقوق يعني المدعي عليه مع محمود، بيقوم يعني عشان هو رايح يحجز على العفش ومن باب إن هو يضغط يقوم يطلق مراته، تطلع له قسم الجواز عشان ما يجي. وبعدين لو حجز على العفش كمان بيبقى الهدف منها بعد كده اسمها جريمة تبديد مش عارف إيه للضغط عليه. لكن عموما في سبيل آخر ممكن أنت تستعلم عن رصيده في البنوك، او يعني اعملها كده. اعمل ايه؟ اعمل بالصيغه التنفيذيه اللي معاك عن طريق محاميك، اعلن حجز مالي مدين لدى البنوك، بنك الاهلي، بنك مصر، بنك مش عارف ايه، الكلام ده كله قد يكون له رصيد هناك. لو طلع يبقى حظك حلو،
لكن برضو خليك بقى تتبع هو له اموال ايه، له عربيه ليه، الكلام ده كله. وبعدين يعني ده بقى الحرام والحلال، ده الشريعه وده القانون. يعني القانون اعطى الراجل حق وسعادته بياكله، خالف القانون وقبلها خالف الشرع. ومعانا استاذ احمد من مطروح. استاذ احمد. ايوه اتفضل يا حبيبي. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. بقول لك انا عندي مشكله مع تامينات الحمام بمحافظه مطروح. طيب مشكله ايه بقى؟ انا مأمن عديت ال 21 سنه مؤمن. طيب كنت مأمن عليا عامل في ورشه والدي. وبعدين لما عملت تسويه معاش وعملت طلب صرف معاش، ايوه، فوجئت لقيتهم بيقولوا لي لا ده انت من المفروض تكون مؤمن صاحب عمل مش عامل. طب يا جماعه انتم متعاقدين معايا على اني عامل لمده اكتر من 20 سنه. تمام. الكلام ده في سنه 2014. تمام. جيت عملت طلب صرف معاش في شهر 1 2015، ولحد النهارده ما صرفتش معاشي. طيب اقول لك يا احمد تعمل ايه. هو انت يا ابني خلاص كنت خلال 21 سنة مأمن عامل، يعني هما بصراحة تأمينات مطروح بتعسفوا مع الراجل، لكن يعني والد ومات عايز يبقى صاحب عمل عشان يعني ما يسولوش دلوقتي، لان صاحب العمل بتختلف تأميناته او تسويته عن العامل العادي. لكن انا مأمن عامل وما زلت عامل ورست الورشة، لكن ممكن ما بمارسش النشاط، عايز اطلع مش قادر، او الغير هيشتغل فيه. قول لهم الكلام ده. طيب من 2015 لغايه النهارده كتير قوي، يعني انت بتكلم في كام، 5 سنين. طيب تقدر ترفع دعوه بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسويه معاش. احفظها كده، الغاء القرار السلبي بتسويه المعاش. ترفعها كدعوه عماليه او في مجلس الدوله ممكن عليهم، يا اخوانا انا ليا معاش كذا كذا كذا، وهو امتنع خد ورقي وما قالش، وتقدم بقى بالمحكمه كل ورق باذن الله تلزمهم بتسويه معاشك. طيب يبقى قانون الاجراءات الجنائيه يا اخوانا قانون بيتعلق بحريتك و كل امور الحياه وانت ماشي في الشارع. حد وقفك بنسميه استيقاف، حد قالك انت مقبوض عليك. ومعانا الاستاذ تقي الدين. السلام عليكم يا سعاده الباشا. تقي الدين من الدقهلية، اتفضل يا استاذ تقي. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام، اتفضل. انا اشتريت فدانين من واحد من سنه 2005. طيب واللي بعد ده كان شاري من ناس من واحد تاني وما كانش عمل الحيازه الزراعيه. تمام. فواحد من الورثه بتاع اللي كان من اللي كان بيع في الاول لبيالي رافع قضيه دلوقتي، بيقول انا عايز حقي لان الحيازه لسه في الجمعيه. طيب فانا اعمل ايه لو سمحت تفيدني والنبي؟ عينيا يا عم تقي. حاضر يا حبيبي. انا ما تحرمش منك، لا لا، ازيدك بالعلم وبالايمان يا رب. عينيا يا عم تقي، ولو عايز يعني حبا في الاهليه واهل بلدي تواصل معه الخاص كمان، بس هجاوبك دلوقتي عشان اطمن قلبك. يعني هو اشترى عم تقي، اشترى فدانين من 2005 من مالك. هذا المالك تقريبا ما كانش عمل الحيازه الزراعيه. هو كان يجب يا عم تقي انت كنت تروح بالعقد بتاعك دوت، تروح الجمعيه الزراعيه تنقل الحيازه. لكن الحيازه بطمنك مش سند ملكيه. الحيازه مش سند ملكيه. تمام كده؟ فاقول لك انا اخد الحيازه، انت معاك عقد خلاص شاري من شاري، يجب يكون معاك عقد الشراء الاولاني من الراجل اللي اشتريت منه، هو كان شاري من مين، وعقدك. وتقدر ترفع دعوه اسمها دعوه صحه ونفاس، وتختصم فيها كل الاطراف دي، الملك الاولاني اللي باع للي باع لك، واللي باع لك طبعا بطبيعه الحال، وانقل حيازتك. يعني ابدا انقل حيازه في الجمعيه الزراعيه بموجب هذا العقد، بعد كده تقدر ترفع دعوى صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية. ده بس بطمنك، يعني الحيازة مش يعني الحيازة الزراعية والكلام ده كله، ده هم عملوا الحيازة عشان تساعد في الزراعة، تساعد إن هو ياخد سماد، ياخد تقاوي، ده بس، لكن ليست دليل ملكية. قانون الإجراءات الجنائية يا إخوانا هو اللي بيفعل قانون العقوبات. قلت لك هو قانون يتعلق بحرياتك. عايز اتناول لك القانون ده في عموميات عامه كده، يعني ايه الاجراءات الجنائيه، لان انت بتتعرض له
وانت مش واخد بالك. ومعانا اتصال من ام فارس. السلام عليكم ست المشرفة. عليكم السلام ام فارس، اتفضلي. بقول لحضرتك انا شغاله في حضانه خاصه لي 5 سنين. طيب. في ازمه كورونا دي قالوا لنا عشان المؤسسه وكده فاعملوا اخلاء طرف عشان ما فيش من وزاره التضامن حد يعني ايه يجي يعمل مشاكل وكده. فاحنا ما بينا كلنا اخلاء طرف، فوجئنا في اول السنه انه حضرتك احنا كلنا القدام اللي لنا 5 سنين 6 افراد ما طلبوناش العمل تاني، طلبوا الناس الجديده اللي ما كملتش ثانوي واتلغت تامينتها. ودلوقتي احنا يعني لما بنسال او ما لناش حجه قانونيه لان عملنا اخلاء طرف ما دانا عليه. دلوقتي انا عايزه اعرف ايه الموقف اللي انا اتجه له عشان اقدر اوصل لحقي. انا يا مفارس حاضر حاضر. يعني بداية برضو يا أصحاب الحضانة اتقوا الله، يعني استغلتوا فترة الكورونا ولعبتوا على الست ومضيتوا على إخلاء طرف، وقد تكون ملت على استقالة. ده في شرع مين ده؟ ده أخونا بقى الشرعة اللي يقولك هو قانونا الراجل أمن نفسه، شاطر جدع برافو عليك، أمن نفسه ومضى الست ومضى الناس القدام، ويعني استغفر الله قطع عيشهم، فقدام القانون الناس ما قدمت استقالة، يعني ما قدامهمش الا يعني دعاوى، يقول لك ما اقدم استقاله مالا استغلال الظروف. هل ده بقى الكلام ده شرعي؟ اهو ده برنامجنا بقى. لا ده حرام، لان انت استغلت ظروف. لكن يا ام فارس تستطيعي ان انت تروحي مكتب العمل اللي انت تابع عليه، ركزي يا بنتي في الكلام ده، مكتب العمل انتوا والموظفين اللي كانوا معاكي. طيب هاخد ام ياسين يا ام فارس واكلمك. يا ام ياسين اتفضلي. أيوة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. هو انا رفع قضيه اجل مسكن ورفع قضيه نفقه. طيب. بس الاجل المسكن اتحكم ب 500 جنيه مع اجل الحضانه، بس حضرتك المحامي طالب مني ان انا اعمل استئناف عشان عايز يزود المبلغ، بس لقيت الاستئناف بيتكلف مبلغ كبير، محامي طالب مني وانا ظروفي ما تسمحش يعني. فلو ما عملتش استئناف هو كده الحكم هيتثبت؟ يا حبيبتي طبعا. طيب اجاوبك يا ام ياسين. حاضر حاضر اجاوبك حالا. يا ام فارس خلاص هتاخدي زملائك وتروحي مكتب العمل وتعمليهم قبل ما تروحي محضر في الشرطه، محضر في الشرطه، ان الحضاره الفلانيه دي ادخلت علينا الغش، ولان الغش يفسد كل شيء، ده قاعده قانونيه. ده كان اخلاء طرف اضطراري او تحت قوه قاهره او للظروف يعني، لكن ما كناش ننوي الخروج، هم قالوا لنا كده واما تيجوا والظروف تحس ان نرجع، هم ما عملوش معانا كده. حاضر. وام ياسين يعني يا ام فارس تقدر تروح مكتب العمل وتاخد زملائك وتثبت الكلام ده كله وتشكيهم، ولو ما استجابوش مكتب العمل هتقدري ترفعي دعوه امام بارجاعك الى العمل، ما رجعوكش، بتاخد حاجه اسمها فصل تعسفي يوجب لك التعويض للاسف يعني. ام فارس خدت اجر مسكن ونفقه. يا ام ياسين لو ما استأنفتيش انت تستطيعي تستأنفي عشان تزودي، والزوج او طليق يستطيع انه يسالف عشان يقلل، لكن انت لو ما استأنفتيش وهو ما استأنفش يبقى المبلغ ده ثابت وموجود، يبقى ده ثابت، لكن لو هو استأنف لا ممكن ما يقل مثلا، خدت بالك ازاي؟ فالاستاذ زميلي كان حريص على عليكي يعني، لو الثاني استأنف ممكن يقلل لك المبلغ، لكن لو انت ما استأنفتيش وهو ما استأنفش المبلغ ثابت. ومعانا صديقنا الدائم الاستاذ احمد الجندي. اهلا وسهلا عليكم. اهلا استاذ احمد. عليكم السلام. معايا المستشار اخوات حضرتك يا باشا. ازيك يا حبيب قلبي؟ ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. الله يكرمك. الحمد لله بخير يا فندم والله. الحمد لله. تحيات شعب الدقهليه لكل اللي معايا المستشار والله. الله يعزك ويعز اهلنا جميعا. الله يكرمك. انا عندي سؤال يعني زوجكين، الشق الاول متعلق بموضوع الحلقه والشق الثاني هنخرج شويه بسيطه يعني. استاذ احمد موضوع الشق الاول موضوع الايه؟ موضوع الحلقه ان شاء الله. في الحلقه طيب الحلقه تفضل يا حبيبي. طيب الاول هو يعني بما ان قانون الاجراءات الجنائيه حضرتك بتتكلم فيه، احنا بيحصل في بعض الكرة يعني في بعض تنفيذ في اجراءات تنفيذ الاحكام بيحصل مثلا ان الساده مسؤول التنفيذ مثلا بينزلوا علشان يعني يقبضوا على فلان على اثنين من الناس. نعم. مش موجود فبيضطر مثلا معاون التنفيذ ان هو مثلا بياخد حد من 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 اهليه الشخص ده في سبيل الضغط عليه، يعني مثلا ياخد اخوه ياخد امه ياخد اخته، فاحنا عايزين حضرتك يعني توضح لنا مبدا شخصيه العقوبه. طيب حاضر. ايوه الشق الثاني يا استاذ احمد. الشق الثاني بقى خاص بقانون التصالح. تمام. بما ان احنا في اجراءات التصالح بتتم حاليا، احنا عايزين نعرف الاجراء المتبع بعد ما بنقدم اجراءات التصالح، بتمشي ان احنا دفعنا مبلغ التصالح اللي هو الجديه
وبدفعنا رسم الهندسي، عملنا رسم الهندسي وعملنا رسم الكروكي. الاجراءات الإجراء يعني اللي بيتم، الاجراء الاخير اللي بيتم بقى لو نموذج 3، عايزين الاجراء العادي لو في قضايا متعلقه بالايه بالعين محل او بالارض محل الخلاف. حاضر حاضر يا احمد، حاضر تمام يا فندم. شكرا اجاوبك وشكرا وزعم شكرا يا ابني على ذوقك. والله يا ابني اسئلتك دايما يعني في الصميم وتمس الواقع يعني حقيقي بجد. فيما يخص الشق الاولاني في موضوع تنفيذ الاحكام وان بتوع التنفيذ بينزلوا وما يلاقوش الراجل يقوم ياخدوا ابوه ياخدوا بتاع من باب الضغط عشان يجي، طبعا ده اجراء باطل قانونا ولا يجوز قولا واحدا يعني ولا يجوز، بل بنسميه قبض تعسفي. قبض تعسفي لو تشكى اللي اتعمل بيه او تشكى في الشرطه والجهات التأديبية في الشرطه حاسمه وقاطعه في الامور دي، يعني لو صحت ما بترحمش المخالف او اللي يخالف هذا الشكل. لكن يا مسؤول التنفيذ شد حيلك شويه يا سيدي، دور عليه تاني وتالت، تاخدش ام وتاخدش اخ ملوش ذنب. ففي حاجه اسمها شخصيه العقوبه، شخصيه العقوبه هو المسؤول، هتروح تاخد التاني ليه؟ فده لا يجوز قانونا وبيسمى قبض تعسفي. معانا استاذ واجاوبك بعد ما اخد على الشق التاني بعد ما نسمع الاستاذ صلاح. اتفضل استاذ صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت انا مأمن من 96، من حوالي 96. نعم. وكنت مأمن صاحب عمل. طيب. فرحت انا قال لك تم 20 سنة وساوي المعاش تتنازل عن الرخصة لابنك او لاخوك او لاي حد. انا دلوقت داخل في 25 سنة. جيت أمن اديت اخلص بعد ما تنازلت لابني في شهر 12 وعملت الورق والاجراءات. جيت شهر 12 قال لك الموضوع ده توقف. موضوع اللي توقف محامي قال لي انا ارفع لك القضيه. موضوع ايه؟ موضوع ايه صلاح اللي توقف؟ موضوع اللي توقف موضوع تامينات قال لي توقف اللي هو من توقف ال 20 سنه. ده عشان القانون الجديد يعني. فدلوقتي عاوز انا اساوي المعاش لان انا عامل عمليه غضروف في رقبتي وعندي عمليه في ظهري وتعبان يعني. الف سلام عليك يا صلاح. الف سلام عليك. اجاوبك حبيبي حاضر اجاوبك عينيا يا صلاح. حاضر حاضر عينيا. تكمله سؤال الاستاذ احمد الجندي فيما يخص قانون التصالح، يا اخوانا والله عايز اقول كلمه لله، والله لا ابغي بها الا الصالح العام ولا اجامل ولا احابي، ده مبدا عندي يعني. لكن قانون التصالح فعلا قانون صدر لصالح المواطنين، ان كان اسيء تطبيقه من البعض اللي هو والله بيسيئوا للدوله، موظفين تحت كده في القاع ما اعرفش بقى طابور خامس سادس يعني، طابور خامس سادس منيل يعني بيحس ان الدوله والدوله ما عملتش كده والله، ولا الرئيس قال كده، ده بالعكس عايز مصالح الناس. لكن بعض المغرضين يعمل لك من الحبه قبه ويحسسك ان الدوله اللي بتعمل الكلام، وده ابدا، ده خد تصالح خلاص بيثبت لك ملكيتك، بينهي المخالفه، بيحافظ على عدم اكل الارض زراعيه. انا اشبه اللي بيجرب فدان والله زي اللي جاب رغيف عيش واقف عليه برجله، يعني الارض بتخلص فخلاص نقف، وفي تنظيم بقى خلاص بدانا دوله تتنظم، بدانا نرجع دوله تاني، مش تقوم بادي لي قطين والتقي بقى الصالح يروح بني لك جامع وبعد كده عشان يبدا يعني ويقسم ويبيع. لكن قانون التصالح زي احمد خدت اجراءاتك خلاص وانتهينا ووصلنا لنموذج 13 دوت نموذج 3، هتعمل ايه بعد كده؟ لو الراجل عليه احكام غيابيه هنا وهنا 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 وهنا، حاضر، احكام غيابيه بتاخد صور رسميه من التصالح وبتقدمها في كل القضايا ديت، بيبتدي ينهي الدعوه انقضاء الدعوه بالتصالح، تاخد حاجه اسمها انقضاء الدعوه بالايه؟ بالتصالح. بيقول لك القانون نص على هذا الامر، يبقى تنقضي جميع الدعاوى. والدوله نزلت بالارقام، يعني نقف جنب بلدنا بقى شويه يا اخوانا يعني. ومعانا استاذ يسرى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزه اسال بخصوص قضيه ما اعرفش تفيدوني ولا لا. اتفضلي يا بنت. ايه؟ تحت امرك. هي شقه واتنصب علينا فيها. وبعد سنين طويلة اتحكم لنا بتعويض. تمام. وكنا عاملين توكيل لأخويا، بس هو قال لنا إن الشركة اللي كانت مسؤولة عن بناء الشقة أو العمارة يعني بيدوله التعويضات على أجزاء مش على بعضها. تمام. ففي حاجة صحيح ممكن زي كده تحصل ولا هو يعني بيضحك علينا وخد الفلوس على بعضها ومخديها؟ طيب يا يسرى اجاوبك يا حبيبتي. حاضر حاضر يا بنتي عيني. استاذ صلاح كان بيسال صاحب عمل وامن، وطبعا القانون جديد بس هو اختلف في المدد يا صلاح،
قانون جديد اختلف في المده اللي بتستحق بيها معاش، لكن نتيجه لظروفك انت تقدر تطلع معاش مبكر، لان ما شاء الله انت مسدد 25 سنه لا تجيز لك معاش، فتقدر تعمل حاجه اسمها معاش مبكر للظروف الصحيه اللي انت فيها، وبانك صعب عمل لك اجراءات تختلف عن العامل نفسه، بس تقدر. يسرى موضوعها اتنصب عليهم في شقه، رفعوا قضيه على الشركه اللي نصبت، ومنها اللي الشقه الشركه يعني، لان حرام طبعا ادى الشرع اهوت يعني، ربنا ما قالش كده. المهم رفعت قضيه، اكيد شكلها فسخ عقد او الى اخره، اتحكم بالتعويض، اخوها بينفس. طيب عشان تطمئني، هو الاول يجب يكون اخوك بقى ما يصحش يعني، ما اعرفش، بس عشان تطمئني ممكن تروحي لمقر الشركه تشوفي نفذ بكل المبلغ ولا لا، يبقى ده عندك انت دي. لكن قانونا يجوز تجزيء المبلغ، يجوز التجزيء يعني الشركة بنفذ على مراحل، وده أمر قانوني، معاون التنفيذ بيعمل كده وياخد على مراحل اللي هي المبالغ اللي موجود. بس يا بنت روح اتأكد أول، هو نفذ بكل مبلغ ولا بجزء منه؟ جزء منه يجوز ينفذ جزء. طيب قانون الإجراءات الجنائية يا أخوانا، يعني بشيء بالعميات يعني عايز أقول لك إزاي تعرف حقك، حد قبض عليك، حد عمل، حد سوى، وقفك، عمل لك استيقاف، يعني ايه تلبس، يعني ايه كلمه إيه؟ يعني إيه اتقبض عليه متلبس، حالات القبض، حالات التفتيش، يفتشك ذاتي ازاي، او يفتش منزلك، او يفتش عربيتك، دي كل امور يجب ان تكون عارفها. يعني حد خبط عليك كده وقال لك انا جاي نفتش البيت مثلا، طيب من فضلك وريني اذن النيابه العامه، شوف الاذن، ومن خلاله تقدر تعرف حدود للنيابه العامه حريص على الفرد. نيابتنا العامه وقضاءنا ما زال والله بخير، حريص عليك، بتديله نطاق كده داخل يفتش حشيش، مخدرات، مش اي مكان الامر، يبقى لازم يلتزم بحدود ما امرت به النيابه العامه، وتبقى انت عارف الكلام ده. شوف الاذن وتشوفه عامل ايه. طيب قانون الاجراءات الجنائيه في 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 عمومياته، يعني هو يعني بيخص العامل بيه، يعني الساده القضاه، الساده المحامين، الساده وكلاء النيابه، عشان يعرف اللي هو بيعمل ازاي، يعني ده بيخصهم اكتر، لكن انت يخصك في الجزء المتعلق بيك. لو حصلت حاله من حالات القبض يقول لك انت في حاله تلبس، يقول لك انت مقبوض عليك، الكلام ده كله. طيب بيبدا قانون الاجراءات الجنائيه بكتاب، هو اربع كتب يعني اربع اقسام قانون الاجراءات الجنائيه، والمشرع يعني فسره لهذا التفصيل. الكتاب الاول ده يعني برضو تقسمه لاربع ابواب. الباب الاول حاجه اسمها الدعوه الجنائيه، يعني ايه الدعوه الجنائيه؟ خلي بالك احنا عندنا حاجه اسمها الدعوه المدنيه، هنا بقى الدعوه الجنائيه. الدعوه الجنائيه مين له حق رفعها، مين له حق يرفع؟ فجأة وانت بتتحكم امام محكمة النقض مثلا، او محكمة الجنايات، او محكمة جنح بجريمة معينة، فجأة تلاقي خدت جريمة تانية، الكلام ده ازاي ده؟ طيب في دعاوى النيابة العامة بترفعها وبتمشي فيها، وده الاصل، من خلال جريمة خلاص بتتكلم وهي بتمثل الادعاء امام المحكمة وبتمشي فيها. وانا كشخص عادي استطيع ان انا اقيم الدعوة المباشرة زي جنح مباشر، وده حدودك بس، يعني ما تعرفش تعمل جنح بتاع ده دعوة جنائية مثلا، لا اسمها جنح مباشر. خلي بالك جرائم الأزواج والزوجات اللي هي جرائم الأسرة بصفة عامة، ده لا تتحرك إلا بناء على طلب وشكوى، يعني النيابة العامة ما تقدرش تتحرك فيها إلا بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو شكوى منهم. طلب ده أساسي، ده برضو نظرة من المشرع طيبة عشان يحافظ على أواصر الأسرة، وإنه يحافظوا على بعض شوية، يحافظوا على عيلهم شوية، يعني الأمر ما يمشيش إلا بطلب أو شكوى يتقدم كده، خلاص الشكل تم، وأعطيت أنت للنيابة العامة سلطة إن هي تتحرك. يعني سؤال دايما بنسأله كتير جدا جدا جدا، إمتى بتنقضي الدعوة الجنائية وإمتى تسقط العقوبة؟ امتى تنقضي الدعوة الجنائية والعقوبة بتسقط امتى؟ ده سؤال يعني لازم تعرفه، يعني صدر عليك حكم في جنحة مثلا او في جناية،
ايه هو الوقت اللي هستناه لغايه لما يسقط هذا الحكم او تلك الجنايه؟ بصفه عامه تنقضي الدعاوى الجنائيه بوفاه المتهم. يعني الراجل توفى الى الله، خلاص الموضوع انتهى بقى، خلص كعقوبه، لكن ده ما ياثرش على الحقوق المدنيه اللي بيلتزم بها الورثه او ما الى ذلك. حكم الجنايات يسقط بعشر سنوات، يعني عد من تاني يوم من صدور حكم الجنايات عد عشر سنين، عشر سنين ينقضي الجناية، تنقضي تماما وتخلص، وتروح ترفع دعوة اسمها انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة. الجنح على اختلافها اللي قلناها لكم في قانون العقوبات، جنحة سرقة، جنحة نصب، جنحة أي ضرب، أي حاجة، المخالفات بتنقضي برضه زي الجنح. الجنح تنقضي بثلاث سنوات، حكم الجنح ينقضي بثلاث سنوات. صدر حكم النهارده غيابي، بس خلي بالك شرط يكون حكم غيابي. خلاص؟ الحكم الغيابي دوت تعد ثلاث سنين من ثاني يوم صدور الحكم. بعد ثلاث سنوات تنقضي الدعوة الجنائية. في المخالفات اللي دايما عقوبتها بغرامة بتنقضي بسنة. سنة من تاريخ الحكم، عد سنة ينقضي الايه؟ الجناية. وده يعني كثير من الناس برضو بيسعوا لأكل حقوق بعض الناس للأسف، زي إيصال أمانة أو زي قصة بياخد الحكم ويتخفى عن سلطات التنفيذ، زي ما قالوا استاذ أحمد الجندي، يعني مش تروح تاخد أخوه. لا يا أخي، خليك حريص على برضو حقوق الناس وشوف شغلك، لأن لو عدى فترة من الزمن بتسقط العقوبة، لكن بتاخد من باب الضغط لا، ده أمر يمس الحريات، يعني يكاد يكون ظهر أنت بتجيب التاني، ما ينفعش. يبقى اخوانا الجنح بتسقط ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، المخالفه بسنه، الجنايات بعشر سنين. طب حاضر، اتفضل يا استاذ محمد. معانا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم سياده المستشار. وعليكم السلام يا حبيبي. عليكم السلام، اتفضل. بعد اذن حضرتك بس سؤال في قانون الايجارات، بس الايجارات ولا الايجارات؟ الايجارات. الايجارات، اتفضل يا حبيبي. حضرتك انا مأجر شقه حضرتك، قانون 59 سنه. تمام. وحضرتك كتبت عادة 59 سنة، بس حضرتك أنا ضفت بند في نفس العقد إن يجدد العقد مدة مماثلة تلقائيا، هل هذا قانونا ولا لا قانونا؟ حاضر أجاوبك يا محمد. أنا حاضر حاضر. شوفوا يا أخوانا، ده أمر بيحصل خطر جدا 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 في السوق وفي الشارع. قصة لما بتيجي تاخد عقد ب 59 سنة، سبق ان انا في حلقه القانون المدني او الايجارات اللي خدنا فيها تقريبا حلقتين، وتخلي بالك من الكلام ده لانه كلام خطير جدا. لما تروح تاخد عقد يكتب لك فيه 59 سنه، خلاص احنا قلنا وقلت لكم ما فيش حاجه اسمها قانون ايجارات قديم وقانون ايجارات جديد. قلت لك الاصل في القانون الايجارات هو القانون المدني، وتطور بقانون 79 لقانون ايجار الاماكن، وبعد كده تعدل بقانون 136 81، وبعد كده قانون 6 وقانون 4 اللي هم رجعوا الامور لاصلها. قلت لك فرق ما بين تاريخين 31 1 96 و 1 2 96، يعني 30 1 و 31 1. ما قبل 30 1 96 وانت راجع ده بيبقى العقد بيتحكم بقانون 130، يعني العقد بيمتد وبتجدد من تلقاء نفسه. بعد 31 1 96 العقد شهرة المتعاقدين، شهر شهر، يوم يوم، يلعب عليك ويقول لك مشاهره. ده انا اكرمتك لا، مشاهره يعني شهر برضو، خلي بالك هي شهر. طيب الخطوره في ال 59 سنه هي ايه؟ لابد وان يكون المالك للعين كلها هو اللي كاتب لك الكلام ده. يعني ما يجيش محامي يقول لك انا معايا توكيل يبيح الايجار ويديك 59 سنه، ده باطل وبيرجع لثلاث سنوات. طيب الملاك على الشيوع، يعني عين او عماره يملكها كذا مالك على الشيوع، جاء واحد منهم اداك 59 سنه، هيرجع لتسع سنين. لابد ان الاغلبيه او صاحب العين كامله هو اللي يكتب لك 59 سنه دي، لان هي بتقارب لمده الحكر. طب ليه ما خلناش 60 سنه، 100 سنه، 90 سنه؟ لا بتبقى، لو قلنا كده بتبقى باطله. خلي بالك برضو من الكلام ده، قلت 100 سنه 200 سنه ده اسمه حكر، والحكر ده خلاص منهي عنه قانونا. الحاج محمد قال لك ايه؟ ان هو كتب بند انه جدد تلقائيا. ايوه يا محمد، يجوز لمدد او مده مماثله يجوز، وربنا يديك طول العمر واولادك، يعني يجوز. يجدد، لان احنا في نطاق القانون المدني دلوقتي،
اي عقد النهارده بيحرر في التاريخ اللي احنا فيه ده بيطبق عليه ما يسمى القانون المدني اللي هو العقد شهادات المقاولين. اللي رجعنا الاصل ما قبل 30/1/96 بنرجع للعقد نفسه اللي هو عفوا بنرجع لقانون 136 وقانون 79 ممكن يتجدد لغايه لما المشرع بقى يشوف لنا حل في القصص دي رغم ان العقود دي بتصفي بعضها دلوقتي. طيب اخوانا دي المدد المسقطه للعقوبه. وعايز اقول لك في حاجه برضو اسمها مده مسقطه للدعوه للحق في الدعوه. يعني واحد ضربك واحد سرقك قعدت 3 سنين ما عملتلوش حاجه لا عملت محضر ولا شكوى ولا 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 هنا بتنقضي الدعوه الجنائيه مش العقوبه الجنائيه. فرق بين انقضاء الدعوه وانقضاء العقوبه. يعني ايه انقضاء الدعوه؟ انقضى حقك في الشكوى او ان تتقدم برفع قضيه او جنحه او ما الى ذلك. 3 سنين لا خلاص زي القانون المدني. يعني في قانون مدني مدد للتقادم كتيره يا ورد، يعني مدد منصوصه عليها في التقادم، في تقادم حولي، تقادم 3 سنوات، 5 سنين، التقادم الطويل المكسب للملكيه او المسقط للملكيه اللي هي 15 سنه. ومعانا اتصال استاذ محمد. اتفضل. ايوه يا سيدي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا حبيبي. دلوقتي في واحد كان عليه قضيه استاذ محمود. معاك قضيه ايه يا محمد؟ قضيه ايه؟ وطي التلفزيون يا محمد. كان واحد عليه من 2017 من 2017 كان عليه قضيه رز. قضيه ايه؟ غرامه رز يعني. غرامه غرامه زراعيه يعني. فبتثبت وقتها يا استاذ الايه؟ بتثبت وقتها يعني بعد كام سنه. طيب ما فيش اجراء جالك ولا اي حاجه والكلام ده كله؟ لا لا لا. طيب دي اجاوبك يا محمد. حاضر خلاص. هي 2017 يا محمد قبل ما تقفل كانت كام 2017؟ الشهر اللي كانت فيه كام؟ طيب اقول لك انت يا محمد هتعد من تاريخ اللي هو مثلا نفترض الغرامه ديت يعني دي مخالفه خلاص؟ هتعد سنه، هتعد سنه من 2017، لكن هي كده خلاص انقضت تماما يعني، لان قلت لك المخالفات بتسقط بسنه طالما انت خدت فيها حكم غيابي. يبقى انتهت، يبقى ممكن تروح تعمل فيها معارضه ومحاميك يدفع بانقضاء العقوبه بمضي المده. طيب مين اللي بيقبض عليا في الشارع او بيجي لي بيتي او 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 بيمسكني يعني؟ هل هم ضباط الشرطه بس؟ ولا في ناس لهم برضو الحق في الكلام ده انه يضبط او يضبط جريمه؟ في حاجه اسمها مامور الضبط القضائي. مامور الضبط القضائي وهم الساده اعضاء النيابه العامه وضباط الشرطه وحاجه اسمها الكونستابل ومساعدينهم ورؤساء نقط الشرطه والعمد والمشايخ ومشايخ الغفراء اللي هو الغفر يعني اللي هو شيخ الغفر. دول لهم حاجة اسمها الضبطية القضائية زيهم ناظر المحطة ووكلاءه، محطة السكة الحديد ناظر المحطة ووكيله له ضبطية قضائية. السيد مدير الأمن مفتش مصلحة تفتيش الأمن العام في الداخلية له الضبطية القضائية. ومعانا مين يا أحمد؟ محمد يا أحمد مين معانا؟ اتفضل يا أحمد اتفضل. حضرتك كنت عايز كيفية التقبيل على نفسي كصاحب عمل أو كعامل محل بقالة. محل بقاله. انت شغال فيه ولا صاحب عمل يا احمد؟ لا هو بصراحه بتاع اخويا. بتاع اخوك. طيب عايز اعرف الاجراءات. انت عايز تامن ايه؟ انت شخصيا عايز تعمل ايه؟ اقابل عامل. تامن عامل. خلاص يا حبيبي حاضر. خلاص انت خلاص وكانك هتاخد حاجه اسمها مسوغات تعيينك يعني رغم حالي قلب سواء على الدماغ والراس هتاخد مسوغات تعيينك وبتروح مكتب التامينات الاجتماعيه وبتجيب استماره مؤمن عليه بيمضي اخوك عليها بصفته صاحب عمل. بس خلي بالك لازم المنشاه نفسها اللي هو المحل يكون متامن عليه. المنشاه نفسها لازم يكون اخوك مامن تامين المنشاه. لو هو كان طلع رخصه يبقى اكيد امن. شوف اخوك امن ولا ما امنش ويستطيع انه يوظفك وتروح تجيب بتاع ده استماره مش متذكر يعني رقمها ايه، هي نموذج يعني بتامن عليه وبتدفع بقى الايه التامينات لغايه لما تستطيع ان انت تكمل المده. وتقدر انت بقى تسدد بنفسك يعني لو ما عملت لك رقم تأمين ومشيت تقدر تسدد. طيب يبقى نظر محطة السكة الحديد ووكلاءه له الضبطية القضائية يعني يستطيع انه يضبط جريمة وله حق فيها.
موظفين مصلحة الآثار له حق الضبطية القضائية. السيد مأمور السجن له الضبطية القضائية، يعني واحد راح يزور حد في السجن واخد له شيء مخالف يستطيع انه يضبط الكلام ده كله بحاجة اسمها الضبطية القضائية للمأمور. طيب يعني ايه التلبس بجريمة؟ يعني ايه الجريمة متلبس بيها؟ يعني ايه اتقبض عليه في حالة التلبس اللي بنقول عليه دي؟ تعرف تلبس يعني هو بيقبض عليك بعد لحظات من وقوع الجريمة. يعني بالعامية مثلا حرامي سرق في اتوبيس في شارع والناس جت وراه حرامي حرامي حرامي، ده تعتبر حالة من حالات التلبس نص عليها القانون تتبعه بالايه بالصياح، يبقى ده حالة من حالات التلبس. او ظهر بعد الجريمة بفترة بس مش طويلة قوي بعلامات او اثار توحي انه ارتكب الجريمة دي، توحي انه ارتكب هذا الجرم، يعني في ايده سكين في ايده سلاح ملطق بالدماء، بتبقى دي علامات بارزة فيه بنقول ان ده متلبس بالجريمة ولها حالات، لان التلبس خلاص بيجوز التفتيش ويجوز انه يفتشه ويشوف جيبه ايه المخالفات، لو ظهرت معاه جريمة عرضية او جريمة اخرى غير اللي اتقالت لا. انا نسيت اقول لك ان انت بتبقى قدام المحكمة او وانت تحاكم فجأة تلاقيه ضاف لك جريمة تانية، خلي بالك في تحريك الدعوة الجنائية يستطيع السيد القاضي ان يحرك ضدك دعوة جنائية. يعني انت داخل تتحاكم مثلا عن قضية مخدرات مثلا في الاوراق وبيقلب كده لا جريمة تانية النيابة العامة ما خدتش بالها منها، ما لقتش خدتش بالها، فبيعمل حاجة اسمها التصدي، بيتصدى من تلقاء نفسه لتلك الجريمة اللي ظهرته من الاوراق وبيستطيع يحققها هو يا يحيلها للنيابة للتحقيق، يبقى جريمة هو. ومعانا اتصال استاذ شحات، اتفضل استاذ شحات. ايوه يا فندم مع حضرتك. اتفضل يا سيدي اتفضل. لسه محمود معايا؟ معاك محمود اتفضل يا حبيبي اتفضل. الله يديك صحة يا استاذنا، معلش انا في ظلم وقع عليا، طبعا كنت عملت مزرعه كده على ارض زراعيه على ارض. طيب. وحضرتك طبعا قدمت التصالح بس اتعمل عليها قواضي فرفضوا لي الملف، اترفض من اللجنه. ليه؟ اترفض مش عارف، بقول لك كده خارج التخطيط العمراني والحاجات دي، طبعا انا حواليا سكن من الجنوب. طيب. فانا قدمت لهم التظلم بتاعي، لسه هم طبعا ما ردوش عليا. طيب. فحضرتك طبعا لو هم ردوا عليا دلوقتي ان هم مثلا رافضين المكان ان هو مش هتصالح عليه، القواضي بتاعتي دي يقدروا يشيلوها لي ولا هيفضل عليا؟ لان القضاء حكم عليا ب 400,000 جنيه. وسنة سجن و100,000 جنيه وسنة سجن. قضيتين يعني يا شحات صح كده؟ طيب قضيتين وفي قضية كمان طابور الأرض الزراعية عاطيني براءة فيه. طيب بص يا شحات وفق قانون أجاوبك يا حبيبي، أي سؤال تاني ولا حاجة؟ طيب يا ربنا يديك الصحة، بس أنا عايز أفصل بس الحل إن أنا هل إن أنا في الآخر، لأن هي عبارة عن المزرعة دي عبارة عن غاب حوالينا بص كده يعني بيترزق ربنا فيه 2000 فرخ. طيب يا حبيبي أجاوبك حاضر. هو طبعا لجان التصالح لها نطاق في اعمال برضو هذا القانون، وبتشوف انت ينطبق عليك الشروط او لا تنطبق، برضو بكلمني بعد الحلقه وقول لي الحاله بالظبط ايه عشان اقدر اقول لك هم رفضوا ليه، والتظلم ان شاء الله يتقبل. وبصفه عامه اذا ما قبل التظلم واقروا التصالح القضايا اللي عليك دي كلها بتخلص، كل القضايا دي بتخلص يا سيد يا شحات، تاخد صور رسميه من هنا وهنا هنا وتروح في كل قضيه تعمل معارضه او استئناف او حسب الحاله اللي موجوده على القضيه، وتقدر تقدم التصالح بتنقضي الدعوه الموجوده قدامك، الغرامه والمسائل دي كلها، وده من الامور الحسنه التي نص عليها قانون التصالح اللي البعض حاول يثير القلائل بشانه، يعني عملوا فيه قصه كبيره يعني. طيب خلاص عرفنا يعني ايه التلبس بالجريمه. القبض على المتهم يعني اما تيجي تقبض على حد بيبقى ايه؟ امتى القبض؟ القبض على المتهم بيكون في حاله من حالات التلبس بجنايه او جنح، خلاص كده يعاقب عليه القانون لمده تزيد على 3 أشهر. ومن حقك بقى تعرف لما يتقبض عليك بروح تقسم حق ايه، اعمل ايه انا في اسم اهوت وحق ايه. القانون قال لك ان هم لابد في خلال 24 ساعه يحيلك للنيابه
24 ساعة، غير كده بيبقى حبس وقبض تعسفي. 24 ساعة يقول لك انت عليك ايه، وديك النيابة العامة اللي هي حامية المجتمع. معانا الاستاذ علي، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كان عندي تجربة طبي في محكمة سيدي سالم، وتأدي للكورونا 3 أشهر، وجبت تقرير من المستشفى العام بعد شهر ونص ان انا مريض وعلى قوة العلاج. تمام. فالقاضي وهو بيأجل أجلنا 3 مرات بتوع أيام الكورونا. وراجع بالتأجيل جم حاكم بسنة. تمام؟ بعد التأجيل حكم بسنة. طيب، حكم بسنة. قابلت إيه؟ مذكرة المحامي العام لطنطا. أنت كنت يا علي، أنت كنت في هل هي هترد؟ يا علي، يا علي. أنت نعم. أنت كنت في قدام محكمة الاستئناف ولا الجنح العادية؟ لا، الجنح العادية. يعني محكمة جنح. طيب. طيب. يعني وتجرير طبي زيادة عن 21 يوم. يعني ما كانش صدر فيها حكم وعملت فيها استئناف. عملت فيها انا استئناف. طيب، بسألك اهو، يعني انت كان صدر عليك حكم وعملت استئناف. طيب. لا، المحامي العام استأنف. الحكم الاولاني كان عطيك كام؟ سنه. كان مدهم سنه. وجاء ايد الحكم، ايد عليك السنه دي، صح؟ لا، ما ايدش لسه. هي المحامي العام استأنف وتحدد الجلسة يوم 28 حبيب. يعني هو اداك براءه والمحامي العام السنه او النيابه استأنفت. براءة ده انا المجني عليه. انت المجني عليه. حبيبي. تمام، انا المجني عليه. طب المتهم خد ايه؟ خد سنه. اصلا بفكر عليك المتهم ايه، الحكم عليه بسنه و10 تلاف. تمام. وفي الاستئناف عمل ايه؟ وفي الاستئناف اديته انا بقى قمت مجدد مذكره المحامي العام في طنطا. اسمعني يا علي، في الاستئناف خد ايه لما المتهم ده استأنف؟ محكمه الاستئناف عملت مع ايه؟ لسه بقى محكمة الاستئناف يوم السبت يوم 28. طيب، احنا ما هو يبقى في جلسه يوم 28، يبقى الامر عادي، يبقى لسه محكمه الاستئناف ما قضتش. طب يا علي، برضو كلمني علي بعد الحلقه وعشان اوضح لك في عجله يعني. طيب يا اخوانا، يبقى لو حد اتقبض عليه ودخل اسم، يبقى خلال 24 ساعه لازم يخطروه انت مقبوض عليك ليه، ويحلوا النيابه العامه، لاما بعد كده بيكون الاجراء باطل وبنسميه قبض تعسفي. دخول المنازل والتفتيش وكده لا اجراءات. الوقت يا اخواننا مر سريعا، ان شاء الله في حلقات قادمه باذن واحد قاعد نستكمل هذا الامر اللي بيمس حريتك وامورك، ودايما الوقت الحلو بيمر مع الناس الطيبين. انا بشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، وبشكر كل متصل سواء رضيت عليه او ما رضيتش عليه، اللي ما رضيش يعذرني. والى اللقاء في حلقه قادمه، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.